السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين بيكس ارت بالعربي. في حلقة النهاردة ان شاء الله هنتعرف على طريقة عمل التصميم ده، ان شاء الله الطريقة تعجبكم. اول حاجة طبعا هنروح على برنامج بيكس ارت، بعد كده مثلا هنختار صورة زي كده او هتتصور صورة زي كده. عامة هتلاقي جميع الملحقات في اول رابط في الوصف، وكذلك الصورة دي تقدر تحملهم وتشتغل عليهم. اول حاجة طبعا هنروح على الادوات ونقص اي زيادات موجودة في الصورة، بحيث يبقى التركيز على الصورة الشخصية. بعد كده هنخش على الأدوات ونروح على أداة تعديل علشان نعتم الصورة شوية، وكمان نظبط ألوانها. السطوع مثلا هنخليه بنسبة من 30 لـ 35، والتباين هنخليه بين 10 و 15، والوضوح هنخليه بنسبة 20 مثلا أو 17، وإشباع 8، وعمليات سالب 14، والظلال 20. تمام كده، نضغط صح. بعد كده هنروح على إضافة صورة، ممكن نضيف صورة الجدار ديت ونغير من شكل الجدار اللي موجود، هنظبطها على الجدار بالشكل ده. بعد كده هنروح على المزيج ونختار ضاعف أو نختار تراكب، أعتقد التراكب هيكون أفضل. بعد كده هنضغط على أيقونة المسح الموجودة فوق علشان نمسح أي زيادات موجودة على الصورة الشخصية زي كده. تمام كده، بعد ما خلصناه بنضغط صح. هنا موجود معانا جزء ما ضفنالهوش اللون الجديد للحيطة، فممكن هنا نروح على الطبقات ونختار تكرار، هتتكرر معانا صورة الحيطة اللي اخترناها. وبعدين بنروح على أيقونة المسح ونضغط على أيقونة عكس الموجودة تحت على اليمين علشان يختفي معانا الجدار. بعد كده بنبدأ نمسح على المنطقة، فبالتالي الجدار بيبدأ يظهر معانا تاني. تمام كده، نضغط صح. بعدين نروح على إضافة صورة ونضيف صورة السماء، ممكن تبحث عن سكاي هيظهر لك صور كتير زي كده، أو تبحث عن جالاكسي هنضيفها بالشكل ده. بعد كده نضغط على أيقونة المسح الموجودة فوق ونضغط على أيقونة عكس الموجودة تحت على اليمين، فهتختفي معانا صورة السماء. وبنبدأ كده نمسح على المناطق اللي احنا عايزين الصورة اللي ضفناها تظهر فيها بالشكل ده. تمام كده، نضغط صح. نضغط صح مرة تانية. نضغط على إضافة صورة علشان نضيف صورة القمر. هنضيفه هنا بالشكل ده. بعدين نضغط صح. بعد كده هنروح على الأدوات علشان نعتم الصورة شوية، نخش على أداة تعديل. هنا هنخلي السطوع بين 55 و50، والتباين هنخليه 17، وعمليات هنخليها 11. بعد كده هنضغط على أيقونة المسح الموجودة فوق، هنخلي إعدادات المسح هنا الصلابة 11 والحجم 37 أو 40، ونبدأ نمسح اللي هو الظلام أو تأثير الظلام اللي ضفناه من الجانب اللي هو ضفنا فيه القمر، بحيث إن ضوء القمر يبقى معكوس على المنطقة دي. تمام كده،
نضغط صح. بعد كده نروح على إضافة صورة مرة تانية، وهنضيف صورة الضوء ده علشان يمثل الإشعاع اللي جاي من القمر. هنخش على تعديل علشان نغير من اللون البرتقاني ده، نخليه أزرق. نروح على تدرج اللون نخليه أزرق. بعد كده هنخش على المزيج ونختار الشاشة علشان نخفي الخلفية السوداء. بعد كده بنضغط على أيقونة المسح الموجودة فوق، وبنضغط على أيقونة عكس الموجودة تحت على اليمين. بنخلي الصلابة هنا 30، وبنبدأ نرسم الضوء على هيئة شعاع نازل لتحت بالشكل ده. بعدين نضغط صح، وممكن نقلل من شفافيته، مثلا نخليه بين 65 و70. نضغط صح. بعد كده هنروح على الرسم علشان نظبط الهايلايت الخاص بالصورة. أول حاجة طبعا بنخش على الفرشة وبنختار الفرشة دي، وبنخلي الحجم بنسبة 3 أو 4، وبنخلي الساعة 100، وبنضغط تعيين. بعد كده بنروح على الألوان وبنختار اللون الأبيض، وبنعمل خط هنا على المنطقة المقابلة للقمر. هنا انت طبعا هتخلي ايدك على خط البداية وعينك على خط النهاية علشان تعرف تحدد بشكل سهل. بعد كده هنروح على الطبقات ونضغط على عادي ونختار إضافة علشان الخط ده يدي توهج معنا. نروح على الألوان مرة تانية ونختار اللون اللي هو أزرق فاتح أو اللبني. بعدين بندخل على الفرشة وبنختار الفرشة دي، وهنا الإعدادات هنخلي الحجم 55 والساعة 15%. بعدين بنضغط على الأيقونة الموجودة فوق وبنخلي الصلابة 1%، وبنعلم على زوم وبنضغط تعيين. أول حاجة طبعا بنقرب الصورة كده، وبنبدأ نمشي على الخط الأبيض. بعدين بنبعد الصورة ونبدأ نمشي على الجانب اللي هو مقابل للقمر، بحيث انه يمثل انعكاس ضوء القمر الازرق على الصورة الشخصية. هنا موجود معانا زيادات خارجة عن الصورة الشخصية، فبنضغط على ايقونة المسح، هنختار الفرشة دي، هنخلي الساعة 100 والحجم 20 مثلا، والصلابة هنخليها 55، ونضغط تعيين، ونبدأ نمسح الأجزاء اللي هي خارجة عن الصورة الشخصية. تمام كده خلصنا، بنضغط صح. وبنروح بعد كده آخر حاجة على التأثيرات، وبنختار تأثير VIN2، اضغط عليه مرة تانية وقلل التضاؤل للنسبة اللي انت عايزها. تمام كده، نضغط صح. وبكده خلصنا التصميم، ونروح على الرسم ونحفظ الصورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في تصاميم جديدة إن شاء الله على قناتكم بيكس أرت بالعربي.